طيب هنروح مع حضراتكم لموضوع آخر. النيابات العامة على مستوى الجمهورية ألغت العمل بجميع الجداول والدفاتر الورقية، وبدأت في قيد وحصر القضايا إلكترونيا من خلال منظومة العدالة الجنائية الرقمية، وكمان منظومة التنفيذ الإلكتروني. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف الناس إيه أهمية العمل بالنظام الإلكتروني في النيابات، بدل طبعا للجداول والدفاتر الورقية بالنيابة العامة. هو طبعا لا يمكن إنكار جدية هذه الخطوة في وضع حلول جذرية لبعض الإشكاليات العملية التي تواجه المتقاضين في مصر، أو تواجه جمهور الشعب المصري على إطلاقه. تسعى النيابة العامة والسيد المستشار النائب العام لتذليلها من خلال رقمنة عمل النيابة العامة. أخص هذه الإشكاليات التشابه في الأسماء. الرقمنة بتؤدي بطبيعة الحال إلى وضع حد لهذه الإشكالية ومساعدة جهات التنفيذ في المبادرة إلى تنفيذ الأحكام. دي مهمة جدا كمان يا دكتور، هتساعد الناس اللي بتسافر. في بعض الناس تيجي تسافر فيلاقي مثلا يوقفوه في المطار ويقولوا في عليك حكم مثلا، فنقعد نثبت بقى ان ده تشابه في الاسماء مش هو نفس الشخص. ده حقيقي يا فندم، ده حقيقي. ولذلك سعى السيد النائب العام من خلال بروتوكولات التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى تفعيل هذه الخدمة التي تأتي تاليا لتطور كبير شهده المتقاضين من خلال رقمنة عمل النيابة العامة، من خلال يمكن الآن تقديم بلاغ إلكتروني عن طريق النيابة العامة سواء من داخل مصر أو من خارج مصر. تأتي خطوة إلغاء الجداول الورقية لوضع حد لظاهرة التشابه في الأسماء اللي بتسبب إشكالية الناس كتير. طيب لو هنتكلم عن منظومة العدالة الجنائية الرقمية اللي حضرتك تكلمنا عنها، ومين هو المستفيد منها كمان؟ العدالة الرقمية هي خطوة سعت مصر في إطار تقديم خدمة قضائية متميزة إلى تطبيقها من فترة. شهدت على ذلك المحاكم المتخصصة، وخاصة ذلك المحاكم الاقتصادية. النيابة العامة قدمت مثال في المنطقة العربية وكان لها السبق مع بعض الدول في رقمنة عمل النيابة العامة من خلال تقديم بلاغات. الأخص من كده النيابة العامة الآن يستطيع المواطن في سبيل التسهيل الاستعلام من خلال المواقع الإلكترونية عن المخالفات المرورية. الأهم النيابة العامة بمجرد قيد المخالفة بتخطر بها إلكترونيا عن طريق تطبيق الواتس أب أو برسالة على الهاتف المخالف: أنت حققت مخالفة، والدليل القائم عليها الصور التي تؤكد هذه المخالفة، بل إنها أتاحت للمخالف إذا كان في عدم اطمئنان لأن هذه المخالفة ليست صادرة من أن يتظلم منها إلكترونيا ويفصل فيها إلكترونيا ويخطر بنتيجتها بالقبول أو التأييد. عظيم. طيب بالقياس بقى، هل ممكن مثلا لو حد عنده قضية وبتنظر في القضاء أو صدر حكم أو كده يقدر يعرف هذا الحكم إلكترونيا؟ كان من سبل التكامل اللي كان يجب على النيابة العامة تقديمها تحت هذه الخدمة، وبالتالي هي أمر أتاحته النيابة العامة بالاستعلام من خلال برنامج العدالة الرقمية عن القضايا المتداولة. ده الأهم، إنها قدمت خدمة للسادة المتعاملين في مرفق القضاء وأخصهم المحامين، إنهم يستطيعوا أن يستعلموا عن القضايا وما تم التصرف فيها. المتقاضين يستطيعوا أن يتعاملوا في القضايا والتصرف فيها، بل إن النيابة العامة دلوقتي أجازت من خلال برنامج العدالة الرقمية تقديم الالتماسات والتظلمات والفصل فيها واختار الملتمس او المتظلم الكترونيا في سبيل التسهيل وتوفير اجراءات
أو نفقات التقاضي الورقي وما تكبده من تكلفة اقتصادية. هيكون في كمان توفير مادي. طبعا يا فندم وفرت كتير، وعايز اقول لحضرتك ان هذه الخطوة لن تكون الاخيرة في سبيل تطوير منظومة العدالة في مصر، لانها خطوات متلاحقة، والنائب العام ورجال النيابة العامة بيطوروا دايما من عمل النيابة العامة وبيشوفوا ماذا بعد. السؤال الذي يطرحه النائب العام دائما في مصر، ماذا بعد؟ لن ننتهي هنا، ماذا بعد؟ عظيم. التطوير التالي يقدم، ولذلك سوف تشهد الفترة القادمة وما تتلوها تطوير يحس به المواطن المصري. وزي ما تفضلت حضرتك في بداية الحديث، أن إلغاء الجداول الورقية والتنفيذ سيضع حد لإشكالية التشابه في الأسماء. عظيم. دكتور، مما لا يخفى على أحد أنه القضايا أو في بعض القضايا المنظورة في القضاء بتاخد وقت طويل جدا، هل هذه الخطوة أي انعكاسات على سرعة إنجاز هذه القضايا؟ حقيقي يا فندم، يعني عايز أقول لحضرتك لأن الأمر لن يتوقف عن قيد أو القضايا إلكترونيا. هناك برنامج العدالة الرقمية اللي بيجعل ويبسط رقابة النائب العام على التحقيقات فور إجراءها. تحقيق بيجرى في أسوان ويتابعه النائب العام من القاهرة الأم لحظة إجراءه، ويبادر بإصدار تعليماته باعتباره الرئيس المباشر للنيابة العامة بسرعة إنجاز القضايا وسرعة تحقيق القضايا. بيستطيع القاضي أنه يستعلم لو هناك شبهة أن المتهم له قضايا أخرى زي الظروف المشددة العود، وي 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 يقدر يستعلم. وكان في السابق بيستعلم إزاي يا فندم؟ مكاتبات ورقية فندم، من خلال الشهادات اللي بتصدر، وممكن أجل قضية شهر شهرين ثلاثة عشان يجيني استعلام. ممكن حضرتك واحد مسافر في مطار القاهرة، الاسم قد يوصل لدرجة الاسم خماسي متشابه، طب القائم على التنفيذ هيعمل ايه؟ هو في اشكالية دلوقتي، الراجل بيقول له مش انا، ويقول له لا ده اسمك خماسي، لكن من خلال البرنامج الذي اتبحته النيابة العامة اللي بيوضح فيه اسم الاب واسم الام والرقم القومي، ويستطيع ان يتأكد من البيانات حتى يخلي مسؤولياته عن هل القائم المسؤول امامه هو الصادر ضد الحكم ولا لا. طيب عظيم. دكتور مصطفى، امتى بقى نشوف كل القضايا المنظوره امام القضاء الالكتروني؟ التقاضي الالكتروني وخاصه في المواد الجنائيه يحتاج الى بعض التعديلات التشريعيه، لان الدوله المصريه ذهبت مسرعه الى هذا المجال، التقاضي الالكتروني باعتبار انه يخفف من نفقات التقاضي احيانا، واحيانا اخرى يحقق فاعليه الاسراع في التقاضي وليس التسرع في القضاء في التقاضي. عظيم. نحن بننبه ان هناك فرق بين طبعا بكل تاكيد التقاضي وفرق بين التسرع في التقاضي. المبدا يحقق الاسراع في التقاضي، هذا المبدا الذي تحرص منظومة العدالة المصرية على تطبيقه، يحتاج إلى مزيد من الوقت لتعميمه فيما يتعلق بالتقاضي الإلكتروني بكل تأكيد. عموما، لأنه بيحتاج لتنظيم صحيح. فيما يتعلق في الدعوة الجنائية، وإن كنا بنطبقه في مراحل زي السابقة على الدعوة، السابقة على بدء إجراءات المحاكمة زي إيه؟ زي تجديد حبس المتهم، زي النهارده المتهم يستطيع ان يعارض في الحكم الصادر ضده او يستأنف فيه في مكان غير المكان الصادر فيه. عظيم جدا، ودي من ضمن الحاجات اللي سهلته هذه الخطوه، انه قريبا كمان هنجد ان كل القضايا المنظوره في مصر الكترونيه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور مصطفى السعداوي استاذ القانون الجنائي، شكرا جزيلا لحضرتك.